أهلا بكم. الحكومة تعلن عن إحداث الجواز التلقيحي للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح. وفقا لتوصيات اللجنة العلمية، أحدثت الحكومة الجواز التلقيحي الذي يمكن للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا تحميله اعتبارا من يوم 2/7 يونيو على الموقع الإلكتروني لقاح كورونا.ma. هذا الجواز التلقيحي يشكل وثيقة رسمية آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، والتنقل بعد 11 ليلا كذلك، والسفر إلى الخارج. ويمكن تحميل الجواز التلقيحي الذي يحتوي على كود QR رمز الاستجابة السريعة التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض في شكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي، ويمكن أيضا سحبه في شكل ورقي لدى السلطات المحلية التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعني. إذا مشاهدينا، في ختام هذا الخبر العاجل، دمتم بخير وإلى اللقاء. We'll be right back.